وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة ظبية الرفاعي المديرة العامة لهيئة لامع. إذا نرحب بك في نشرة الأخبار، حدثينا عن آخر مستجدات النسخة الرابعة من المشروع الوطني لامع. أولا مساكم الله بالخير، مشكورين على الاستضافة. بفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، يسعدنا عن الإعلان عن تأهل 40 مرشح ومرشحة للمشاركة في النسخة الرابعة من المشروع الوطني لامع. وهذا العام تميزت مرحلة التصفيات بالعديد من الإنجازات، أهمها فتح باب التسجيل لكافة المواهب الشبابية في المملكة للتقديم بصفة شخصية لأول مرة منذ تأسيس المشروع. ولله الحمد شهدنا إقبال واسع من فئة الشباب، بحيث أن لهذا العام أكثر من 45 شاب وشابة قاموا بالتسجيل في المشروع، وهذه زيادة بنسبة 120% مقارنة بالعام الماضي. أكثر من 400 مرشح ومرشحة أكملوا مرحلة دراسة الجد، منهم 120 انتقلوا لمرحلة المقابلات الشخصية، ومن ثم نصف هذا العدد انتقل لمرحلة امتحانات الذكاء والسيكا تحدي المجموعات. واحنا جدا فخورين بالنخبة الشبابية اللي تم انتقائها للمشاركة في المشروع هذا العام. نعم سيدة ظبية، ما هي أهم مكتسبات المشروع الوطني لامع منذ التأسيس وحتى الآن النسخة الرابعة؟ أهم مكتسب دائما وأبدا هو التحولات الإيجابية اللي يشهدها خريجي المشروع الوطني لامع في حياتهم الشخصية والمهنية، سواء من خلال البرنامج عبر الوحدات التدريبية ذات المستوى العالمي اللي نقدمها لهم، أو بعد البرنامج من خلال فرص التطور والنمو الوظيفي اللي تصبح متاحة للامعين. فحسب آخر إحصائية أعدتها هيئة لامع، أكثر من 65% من الخريجين حصلوا على ترقيات أو فرص وظيفية جديدة بعد البرنامج، وبالإضافة إلى ذلك 11 من اللامعين اليوم هم أعضاء في مجالس إدارة مؤسسات وهيئات شبابية مختلفة، 3 يتقلدون منصب رئيس مجلس الإدارة. نعم، إذن ذكرت سيدة ظبية هيئة لامع، هيئة لامع هي من تدير المشروع الوطني هذا العام ولأول مرة، حدثينا عن هيئة لامع ودورها في هذا المشروع. نعم، بناء إمكانيات الهيئة بحيث اليوم فريق العمل هو القائم على هذا المشروع الجبار بجميع مراحله هو ثمرة الدعم المستمر لوزارة شؤون الشباب، بالإضافة إلى جهد وأداء منتسبي الهيئة من خريجين المشروع الوطني لامع، وحس المسؤولية اللي يشعر فيه الجميع نحو هذا المجتمع الشبابي المتميز اللي قدم لأعضائه خلال العام الماضي فقط أكثر من 15 نشاط اجتماعي، 7 ورشات تدريبية مع جهات مرموقة مثل الحرس الملكي البحريني، 6 فرص دولية، و5 أنشطة تطوعية. وهذا النوع من المبادرات اللي تقدمها الهيئة باستمرار تساهم في تعزيز أواصر التعاون بين أعضاء الهيئة وخلق ثقافة التعلم الدائم التي تمثل أحد أهم ركائز المشروع الوطني لامع، وإن شاء الله نسعى لتحقيق المزيد في الفترة القادمة. إن شاء الله، إذا نتمنى لكم كل التوفيق. السيدة ظبية الرفاعي المديرة العام لهيئة لامع، شكرا جزيلا لك.